ترقب لانخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب. ينتظر المغاربة انخفاضا جديدا في أثمنة المحروقات بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل. ومن المرجح أن تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب بنحو درهم واحد بداية الأسبوع المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف منتصف الشهر الذي يتم فيه تغيير الأثمنة ارتباطا بالأسعار في السوق الدولية. وكانت شركات المحروقات بالسوق المغربي قد خفضت بنحو 1 درهم للغازوال و80 سنتيما للبنزين، إلى أنها تبقى طفيفة مقارنة مع نسبة تراجع الأثمنة على المستوى الدولي. وجدير بالذكر أن أسعار المحروقات وصلت إلى مستويات قياسية ما دفعت فعاليات حقوقية وتنظيمات مدنية ومهنية إلى الاحتجاج والمطالبة بتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.